البحري قسم البحري والهندسة. المسعود بيشارك في المعرض أوتوموت إكس السنة لأول مرة. حابين نشجع المهرجان هذا علشان شركة المسعود توفر في الإمارات أو الشرق الأوسط بصفة عامة دراجات جديدة على السوق في الإمارات. في أنواع مختلفة من الدراجات. في المعرض هذا بالذات جبنا دراجتين، واحدة أوف رود اسمها ساندكس ميد إن كندا، والثانية سبايدر كانام للرود. الاثنين نجم نقولوا هم دراجات جديدة من النوع والديزاين والتكنولوجي. الدراجتين عندهم نفس المحرك روتاكس 800 سي سي للأوف رود، بيعطي 160 هورس باور، والكنام 990 سي سي يوفر 102 حصان. الفرق ما بين الدراجة الرود والأوف رود هي البلت، الرابر بلت على الوراء لاستعمال الأوف رود، والعادية فيها 1 ويل على الوراء 2 ويلز ان فرونت. أيوة. الدراجة هذه جديدة في الأسواق الإماراتية، سهلة للتسجيل في دبي أو في أبو ظبي. السيارة هذه الأوفرود تسجيلها مش ممنوع في الطريق العادي، بس في الأوفرود ما فيش أي تسجيل، تستعمل عاديا كأي 4x4 أو كأي كواد بايك. أيوة. وآخر دراجة من موجودة هي في الأسواق عندها سنتين بس نجم نقدموها من أرجو صنع كندا، نفس الشيء 6x6 أو 8x8، فيها ثلاثة ويل على اليمين ثلاثة على اليسار أو 4x4. ثلاثة على اليمين أو ثلاثة على اليسار أو 4x4. اللي موجودة هون هي البيزك ستاندرد من غير أي أوبشن ولا شيء. تتنوع السيارة هذه بر، وتنجم تستعمل في البر وفي الماء، تمشي أي مكان حتى إلى 90 ديجريز. في الماء تمشي إلى أي مكان، في البحر أو في أي مكان. ما بالنسبة للغرق ما فيش إشكالية علشان فيها سيلف فلوتينج، تتقدم بالقوة الويلز أو في إمكانية تركب إنجين على الوراء إذا تحب، إذا بدك سرعة أكبر من اللي موجود على الويلز. ثاني شيء المحرك اللي موجود عليها هو محرك عادي 650 سي سي، بس في إمكانية بتغير المحرك حتى إلى 750 سي سي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد العطار من شركة وايلد اكس. طبعا احنا متعودين على النشاط الهائل اللي بنشهده دايما من عرب موتورز تي في، ودايما بيكونوا على استعداد كبير لتغطية كل الاحداث في الامارات العربية. احنا النهاردة مشاركين في معرض أوتوموت إكس اللي بنظم للمرة الاولى، مشاركين فيه بسياراتنا، سيارات الفايتر موديل 2010. طبعا السيارات احنا حكينا عنها قبل وعن مواصفاتها. بنتمنى للأوتوموت إكس التوفيق، بنتمنى كمان دايما النجاح الدائم لأراب موتورز، وبنشكرهم شكر عظيم على التغطية الهائلة اللي دايما بيغطوا لنا كل الأحداث فيها، وإن شاء الله مزيد من التعاون. شكرا. We'll be right back.
Hello, my name is Orhan. I'm the owner of Tuning UAE, and we are specializing on luxury rims. We have different designs. We have custom made. We have forged wheels. We do engraving with a combination of colors. Let me show you some of the rims what we have in our showrooms. This is Vendetta. It's produced in Russia. This is forged technology. It's lighter than original wheels, and they're stronger between like 60 to 70%. And we do the finishing of it is powder coating. It's not ordinary paint. It's three layers, and that's why it gives this matte finish, and it will last longer than any other paint you can have it on the market. We have also American brands. This is Hypnotic Wheels. They are famous for unique